قالت صحيفة يدعوت أحرنوت إن توقيت الهجوم الإسرائيلي على إيران كان موضوعيا مركزيا في زيارة كان موضوعا مركزيا في زيارة بلينكن، حيث تسعى إدارة بايدن لتقليص الهجوم إلى الحد الرمزي أو تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية عرضت على إسرائيل مقابل ردها الرمزي صفقة سلاح ودعما ماليا، مبينة أن الدافع سياسي بامتياز، لأن هجوما إسرائيليا واسعا والعمل المضاد المتوقع من إيران من شأنهما أن يضر بفرص هاريس في الولايات الأمريكية المتأرجحة. وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب عن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل الضربة لإيران والانسجام مع الرؤية الأمريكية بشأن التطورات في الشرق الأوسط. وحدد بلينكن رؤية واشنطن بثلاثة موضوعات أساسية، وهي وفقا للمصادر تأجيل الضربة لإيران والعمل بشكل إيجابي مع جهود التسوية في لبنان وعدم تفويت الفرصة الناشئة بعد اغتيال السنوار للتوصل إلى صفقة صغيرة لهدنة قصيرة تفتح الباب لصفقة أكبر توقف الحرب في غزة. نحن حازمون في دفاعنا عن إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالهجمات التي تتلقاها من إيران ومن وكلائها، ونحن نقف دائما مع إسرائيل وأمنها. ومن المهم جدا أيضا أن ترد إسرائيل بطرق لا تخلق خطرا وتصعيدا أكبر، ولا نخاطر بتوسيع الصراع. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت قال في حديث مع الطيارين والطاقم الفني في القاعدة الجوية حتسريم إن الجميع سيعلم مستوى التدريب الذي حصل عليه الطيارون بعد مهاجمة إيران. بعد أن نهاجم إيران سيفهم الجميع ما فعلتموه في عملية الإعداد والتدريب. كل من حلم قبل عام بضربنا وهزيمتنا دفع ثمنا باهظا ولم يعد في هذا الحلم.